أعلنت وزارة الصحة والسكان الانتهاء من إعداد الدليل الإجرائي للجان حماية الطفل وتشكيل فريق وطني للقضاء على العنف ضد الأطفال في مصر. من جانبها أوضحت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة عز العشماوي أنه ضمن جهود المجلس لحماية الطفل قام بتنفيذ برنامج التوسع في الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي واليونيسف ويمتد لمدة 5 سنوات.